بانت واضحة وباتت واضحة أن بن جدو مرشح النهضة، والنهضة هي التي تدافع عليه، ونحن ريتو كيفاش توا أصبحوا معناها في يعني في حالة من الارتباك وفي حالة من التشنج القصوى، لأنه فما إمكانيات أن لا يقع اعتماده في الحكومة القادمة، ولذلك الآن النهضة تتشنج وتعمل بكل الوسائل على الإبقاء عليه، بما في ذلك إثارة النعرات الجهوية. ولذلك أبناء القصرين مش باش يجيوا مرة أخرى ويسقطوا في هذا الفخ النهضاوي الذي يريد أن يؤجج تحركا على أساس جهوي وعلى أساس وكأنه ابن الجهة مظلوم وابن الجهة لا يريدونها أن يكون معناها معينا في وزارة. نعم. ينجم يكون ينجم يكون وزير آخر من القصرين، وينجم يكون وزير آخر من قرى القصرين اللي كانت بالفعل عطات شهداء، لكن بن جدو كان بالنسبة لنحنا وقت اللي خرجنا من المجلس الوطني التأسيسي كانت هناك وثيقة تقول وأن عندنا زميلنا محمد الإبراهيمي كان معناها بشقة اغتياله، وبن جدو وهو وزير على هذه الوزارة إذا كان ما يعلمش هذا يتعلق بعدم الكفاءة، وإذا كان يعلم أخطر وأخطر. بالنسبة لنحنا وزارة الداخلية هذه ما هيش علبة سوداء، بالنسبة لنا فما قضايا أساسية تتعلق بالاغتيالات. نعم. ولذلك ضروري أن توجد وزير مستقل ومحايد. نعم. قادر على كشف الاغتيالات وكشف الصندوق الأسود هذا اللي يحبوا خلينا نتفاعل معاك واضح بالعديد معناها من التراميس. خلينا نتفاعل معاك قبل ما ناخذ سي الفاضل موسى بنرحب بيك جالس معنا، نكمل مع سي المنجي بعد نحكي معاك طبعا المسار سي الفاضل. سي المنجي الرحوي، إيقاف الجلسة منذ قليل وطلب حركة النهضة أو رئيس كتلتها للتشاور.